جامعة القرية مهندس معماري بمدينة القرية. اليوم كان لقاء ديال وفد البرلمانيين النمساويين اللي جاو زاروا مدينة القنيطرة، زاروا جامعة مدينة القنيطرة عن طريق الجهة رباط صلاة القنيطرة اللي انضمت هذا اللقاء. وجاو هاد البرلمانيين من المدينة عندنا، شرفونا بهذه الزيارة هذه، وكان تم تقديم مدينة القنيطرة من طرف السيد الرئيس، تقديم مدينة القنيطرة بالإنجازات ديالها، بالموارد ديالها وشي. ومن بعد طلب منا باش نقدموا لهم مشروع مركب ثقافي لمدينة القنيطرة اللي هو مجاور للساحة الإدارية ديال البلدية. وهذا المشروع هذا لقى واحد واحد الصدى من ناحيه الوفد النمساوي. علاش؟ لانه كنعرفوا حنايا فيان هي مدينه الثقافه. مدينه فيان فيها ثلاثه ديال لي زوبيرا، فيها 100 مركب ثقافي ومسرح، وفيها 300 متحف 3000 متحف، و يعني دور العرض. دونك يعني المدينه لي زاتو ديالها الاولين هي الثقافه، وكتجلب واحد العدد ديال السياح عن طريق البروغرام كولتورال اللي عندهم في المدينه. لذلك النواب البرلمانيين النمساويين عبروا على واحد ارتياح، لان العلاقات اللي بغاو يربطوها مع مدينه القنيطرة هي علاقه كتبدا بالثقافه، وتقدر من بعد تطور للاستثمار وجلب شركات مهمه لهذه المدينه هذه اللي هي عندها موارد وعندها لي زاتو اللي يقدروا ينميوها. دونك هذا الوفد هذا اليوم مشى نطمئن للمدينه، وكان واحد مفاجاه بالنسبه لهم هي العرض اللي قدمته هنا كان باللغه الالمانيه. دونك كانت واحد ارتياح كامل لهذا الوفد هذا، لانه كان كينتظر بريزونطاسيون تكون فرنسيه ولا بالانجليزيه، دونك كانت بالالمانيه. الشيء اللي زاد عطى واحد الارتياح وواحد ربط واحد العلاقه طفيفه، ونتمنوا ان شاء الله ان المدينه تطورها مع هذه الدوله ومع هذه المدينة ديال فيان اللي هي عاصمة. وهاد العلاقات تقدر يعني تمشي لأبعد، ونقدرو إن شاء الله نديرو سوا دي زاكتيفيتي عندهم تما ولا هما يجيو عندنا، سوا نديرو استثمارات. المهم غيكون إن شاء الله مزيد من هاد اللقاء، وهاد اللقاءات اللي غيداروا إن شاء الله. كيفاش كنستقبل المطاف من انا بدا دائما كنكون فخور، بالمغاربه، لانه ملي كنشوفوا الاوروبيين الا مشينا لعندهم قلنا لهم راه حنايا كي واحد يجي وهذا، الا ما كانش داك الشيء يعني واحد 4 شهور 5 شهور من الدم مقاد، ما يقدروش يستقبلوا ولا يدير واحد ليفينمون. حنا كنشوفوا في المغرب اللقاءات يعني تبارك الله الناس كتسمح في الشغل ديالها وكتوجد وكتقاد كتستقبل يعني الناس اللي في المستوى بواحد لورغانيزاسيون اللي هي اسي بروفيسيونيل اي رابيد. دونك اليوم اللقاء كان ناجح، واخا يعني ضيق الوقت كان ناجح بامتياز. لكن القنيطرة باغا تعرف واش المشروع باقي الاشغال مستمرة او موقفة؟ لا، الاشغال مستمرة غير هو دابا اللي حنا عندنا هو ان الاشغال كاينين في وسط المبنى، يعني الناس من برا ما كيبانش لهم شنو الواقع، مي الداخل ديالو كاين اشتغال. يعني نتمنى واحد النهار المجتمع المدني ولا الجمعيات الثقافيه ينظموا شي لقاء. ها، كانوا داروا واحد مره وحده، جاو لعندنا تما وشافوا تطور الاشغال، ومرحبا بالجميع.